السلام عليكم ربنا وصلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع عن الست العذراء في الخزان. سيسجيس وسانت فيرجن ماري على الأورانج. الست أول حاجة وأول سؤال إيه هي التسبيحة؟ نوك عارفين. إيه هي التسبيحة؟ التسبيحة في حاجة اسمها تسبيحة سنوية ودي تسبيحة كيان. التسبيحة السنوية اللي هي بتتقال كل يوم طوال السنة. التسبيحة الكهف بتتقال في شهر الكهف شهر المريم اللي هو بنسميه 7/4. فأي وقت التسبيحة عبارة عن إيه؟ التسبيحة أول حاجة أربع هوسات. هوس هوس إيه هوس حتى تلاقي الواحد بيتنيم ابنها تسبيح صلاة بس صلاة فيها تراليف ولحن عشان كده بنسميها تسبيح. ففي أربع هوسات. الهوس الأولاني زي ما حضرتك عارفين هو الهوس بتاع موسى النبي. إنا إذا سبح موسى النبي بالمجد قد تمجد الله معهم وعبر البحر الأحمر. فالهوس الأولاني نمرة واحد هو هوس تسبيحة موسى النبي اللي هو المصطفى والحرب للرب. سؤال ده كده انا حاجة تعبان. الحرب للرب الفرس معدة للحرب اما النصرة معدة الله. فده اول هوس. هوس موسى النبي. هوس الثاني هو هوس الشكر. تقول ايه؟ نشكر الله لانه بالمجد قد تمجد. الشكر كله شكر. نشكر ربنا نشكر ربنا اجمل حاجه. نشكر ربنا. الهوس الثالث هو هوس التنفتي. مبارك الله الذي نجانا من اطول النار. هوس التنفتي او قديسين. بص الرابع اللي هو مزمور بنحطه بشكل بوس شكل تسبيحة شكل يومية بشكل لحن اللي هو مزمور 148. ممكن استاذنكم نحفظه. البوس الرابع هو مزمور 148 لانه بالمجد كله بتسبيح. سبحوا الرب على عظم قدراته كله تسبيح. يبقى الموسى الاول موسى النبي. الموسى الثاني الشكر. الموسى الثالث الفتره. الموسى الرابع اللي هو مزمور 148 واحد اربعه ثمانيه اربعه دي تسبيح. يبقى اربع موسات. وبعدين بعد كده بعد الأربع حساب في حاجة اسمها إبصالية. إبصالية إبصالية يعني تمكين كلمة يوناني. إبصالتوس دافيد يعني مزمور تمجيد. فكلمة إبصالتوس إبصالية تمجيد. فكل يوم ليه تمجيد ليه إبصالية. يعني لما بنبدأ التسبيحة أربع حساب بعدهم نقول الإبصارية. الإبصارية دي كل يوم ليها إبصارية. إيه الإبصارية؟ هي تمجيد المسيح للمجد. المجد للمسيح. المجد ليه والعظمة والقدرة. أتى وخلصنا. بعد الإبصارية في حاجة اسمها سقوطوكية. سقوطوكية جاية من سقوطوكوس كلمة يونانية. معناها مديحة للعذراء اللي خاصة بالعذراء اللي خاصة بست العذراء. يبقى عندنا أربع حساب إبصاريات لكل يوم إبصارية. وبعدين سقوطوكية كل يوم ليها سقوطوكية خاصة بست العذراء.
اللي بيميز بقى شهر كهف بنزود ملايح العذراء وكمان ملايح للقديسين. تقول مديحة الأنبا أنطونيوس، مديحة ماكسيموس مالديوس في كنيسة الأبكار في مكمن الأبكار قائم بكل وقلب له أربعهم. بنزود بقى نقول إن القديسين بيشتركوا في تمجيد ربنا. دي الزيادة اللي هي موجودة في شهر كهف الشهر المريمي هو شهر الست العذراء سبع مرات. دي التسبيحة، تسبيحة كل يوم، التسبيحة الكاملة. حاجة تانية بتتقال إمتى التسبيحة؟ إمتى بنقول التسبيحة دي؟ إمتى حضرتك بنقول التسبيحة؟ إمتى؟ كل يوم ولا كل شهر؟ ها؟ كل يوم. كل يوم. إمتى كل يوم؟ صبح ظهر بالليل؟ قبل صلاة عشية. قبل صلاة عشية لما نام بتقول قبل صلاة عشية؟ أذان النوم قبل صلاة عشية بس؟ بعد صلاة العشية. قبل صلاة عشية؟ يعني أنتوا حضرتك الناس اللي وقتها سمحوا وكان بدري شوية شافوا الشمس ربنا يخليهم بيقولوا يقول لك هنقول جزء من تسبيحة عشية. يبقى مظبوط الكلام ده. يبقى نمرة واحد بيكون في قبل صلاة عشية بيكون جزء من التسبيحة. جزء من التسبيحة. إمتى تاني؟ بس في الليل بقى لا في الليل بس في الليل. طبعا لازم انتوا تقولوا نص الليل. نص الليل زي ما بتسوونا بنعلمنا بنعلمنا في الاديره الساعه 3 يوم الاحد يصحى وبقيه الايام الساعه 4 برد حر تلج يصحى يعدي ملاك كده يصحى الراجل براحته يقول لك تسبيحه نصف الليل. نص الليل بعد الساعه 12 يقوم الساعة 3 الفجر يقوم يعملوا ايه؟ تسبيحة نص الليل. يبقى عندنا تسبيحة عشية تسبيحة نص الليل. يقولوا الحاجات دي كل أربع مساء والإصراريات كل يوم إصرارية إصرارية الاثنين إصرارية الثلاثة الأربعة تمجيد المسيح المجد وبعدين سقوطوكين الاثنين ثلاثة الأربعة مديح الست العذراء. في تاني؟ انت تاني بيقول باكر برافو. في باكر كمان بنقول جزء من التسبيحة. يبقى عندنا تسبيحة عشية، تسبيحة نص الليل، جزء من تسبيحة باكر. السؤال التالت الحاجة التالتة، ايه الست العذراء بقى؟ احنا بنقول في كل يوم في سقوطوكية خاصة بالست العذراء. كل يوم. سلطوكية خاصة بالست العذراء. الكنيسة حطها علشان تقول لآباء الكنيسة الأول القرون الأولى حطوا السلطوكيات دي كل يوم سلطوكية للست العذراء. إيه هي بقى السلطوكية دي؟ سلطوكوس يعني العذراء وآلية يعني بتقول لنا الرموز بتاعة العهد القديم اتحققت في العهد الجديد وبقى ليها علاقة بتجسد المسيح من الست العذراء. تاني رموز العهد القديم اتحققت في العهد الجديد في الست العذراء بتجسد المسيح منه. تالت الرموز هنبدا اول رمز. طيب يقولوا على العذراء ايه رموز العذراء في العهد القديم؟ يقول لك انا فكرت في اول رمز الست العذراء حواء الجديدة سيف لنقول الإرث حواء الجديدة. ليه؟ ومين حواء القديمة؟ ربنا حواء اللي هي كانت من شجرة ايه؟ الشجرة أرض ما هي كانت ايه؟ ثمرة ايه؟
تفاح. عندهم تفاح. تفاح في مصر ناس جوجه. ولا كانت من السمر. ويقول لك التفاحة وقفت في زورها. قالت آدم لما خد منها فوقفت في زوره وحته التفاحة وقفت هنا وعملته. ده كلام مش بتاعنا. هي الكتاب بيقول ايه؟ لازم ناخد بالنا. أكلت من السمر. السمر دي ما نعرفش. كان في شجر كتير. وكان في ثمار كتير في الجنة. فهي مدت ايديها لقيتها بهية من نظرة جميلة أوي. اللي كل واحد بيحب حاجة يقول ما بيعرفش. المانجا تفاح بقوة عين مش سمر ما حددتش كده. فلما أكلت حلوة حاجة كبيرة. أكلت وبعدين عرضت جوزها أبونا هو أكل كمان. فلما أكل المسيح عطاهم بعض المادة اللي هي إيه؟ الناس للمرأة سفر التكوين أهو كمان زي ما بتقول. سفر التكوين الصح الأول والتاني حضرتك بتقرأ. مش مهم أوي سفر التكوين هو أساس الكتاب المقدس. قال لها الناس للمرأة يصحب عارفة كريزين. كريزين يعني يصحب. رأس الحي اللي هي دخلت الشيطان دخلت الحيل وخلاها لها تبقى زي ربنا لما تاكل من الشجر. فنزل المرأة يسحق رأس الحيل. مين هي المرأة؟ اللي هي ست العقل ونسلها اللي هو المسيح اللي مات. عشان كده الرمز بتاع العهد القديم اللي في سفر التكوين تلاقوا في الصندوقية في التماديح العامة تلاقي يقول هي حواء الجديدة. وانا لما اقول حواء الجديدة نفكر القصة. حتى السباحة تبقى ليها معنى. احنا مش بنقول كلام. الأسرار. بيقول هي دي الواحد هو بيسبح وبيقول حواء الجديدة التي صارت لنا الخلاص عن طريقها يفكر الارتباط بين سفر التكوين وتدبير الخلاص والعهد الجديد وربنا جاي من حواء. جاي من حواء جديدة اللي هو ست العذراء. فكده التسبيحة ليها معنى. يقول ست العذراء هي فرح الأجيال. أم الفرح. جابتنا إيه أم الفرح؟ يقول لك فلان ده بيجيب البشرى. بيجيب الحاجة الحلوة. بيجيب الفرح. الست العذراء أم الفرح أم الخلاص جابتنا الخلاص. المسيح خلصنا من ثلاث حاجات. الشيطان خطية الموت. تخيلوا بقى انتوا ما شفتوش انسان عليه الشيطان بيعمل فيه ايه؟ ما شفتوش انسان يموت يروح فين؟ ما شفتوش انسان يقول قول يا رب خلصني من الحاجه دي لسه مخلص من الغلط. وبعدين جاله هادي هادي وربنا عطاه هدوء رجاء رجاء كل انسان في المسيح انه يخلصه من حاجه. فهي ام الفرح ليه؟ إن هي جابت لنا عن طريقها الخلاص. وما فيش زي ست العقرب. إحنا مش بنقول كلام ده من الإنجيل. ما فيش زي ست العذراء الممتلئة نعمة مباركة أنت في النساء. ما فيش زي ست العقرب لحد نهاية الدهور. عشان كده الكتاب بيقول إيه؟ إن ربنا انتظر لحد ما يجي الست العقرب. هي أم الفرح. عشان كده تلاقي في جيل معلمين لغه لما نزلت عند اليصابات ايه اللي حصل؟ وانتقل الجنين راس انتقل قعد ينزل ويطلع ينزل راس راس ايه دي؟ ايه دي؟ وقال اليصابات قالت من اين لهذا ان تاتي ام الله ام ربي؟ فده تلاقي جيل معلمين لغه في الساحل الاولاني مش كده تلاقي التسبيحه ليها معنى. بتلاقي كلنا حبينا التسبيحة، ولاد الكنيسة حبوا التسبيحة. ويقول لك إن داوود النبي خد تابوت العهد من عند واحد اسمه عبيديا. وعبيديا خد بركة وخلى عنده تابوت العهد خداه عنده في الحرب ثلاث شهور. وكان فرحان جدا بتابوت العهد. ده في سفر صموئيل الثاني إصحاح 6. صموئيل الثاني إصحاح 6.
ويقول ان داود راح خد داود العهد ورقص قدامه زي ما يوحنا المعمدان رقص قدام الست العذراء لانها هي ام الله شايله المسيح. ده اللي بقول لداود النبي رقص قدام داود عهد الله زي ما يوحنا المعمدان رقص ربط امه عليه الصلاه قدام المسيح. ايه جوز عذراء تاني في العهد القديم؟ هتاكل لهفه التسبيحه اللي احنا للتسبيحه تسبيحه الحد الاثنين الثلاث الاربع الصوتيات ياخد باله كده او لو هو بيبص للشاشات او معاه كتاب او في البيت يلاقي حاجات جميله. يقول ست عذراء خيمه الاجتماع قصه المن تابوت العهد المناره الذهب المناره هي ام النور. طب ليه يقول خيمه الاجتماع؟ وليه يقول على عذراء ان هي تابوت العهد؟ وليه يقول عليها قصه المن؟ ليه؟ الحاجات دي بتاعت العهد القديم حققت العهد الجديد ازاي؟ عصر عون ازاي؟ عصر عون دي عصايه مطلعه زرع. العذراء جابت لنا الحياه المسيح. قصه المن المن ده يدي الحياه. العذراء جابت لنا المسيح حياتنا. كله ليه موز. يبقى هي الصوتوكيات هنقولها مره كمان هي عباره عن رموز العهد القديم اتحققت في العهد الجديد بتجسد المسيح للمجد من الست رعب. حاجه جميله قوي تسمعها الصوتوكيات اللي هي بندع فيها الست رعب. هي خيمه الاجتماع ازاي؟ وهي تابوت العهد ازاي؟ زي ما حضرتك عارفين المسيح كان بيحل في وسط الشعب عن طريق خيمة الاجتماع وتابوت العهد. المسيح حل في ايه؟ في بطن ست العهد. عشان كده يقول لي مجد يقول في الجيم علينا الوقت صح الأغنية ده مهم جدا الجيم علينا الوقت. ويقول لها الملاك ايه غبريال أو غبريال السلام لك يا أيتها الممتلئة نعمة الرب معكم وبركة أنت في النساء الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تزلزلك القدوس الله أم الله القدوس المولود منك يدعى الله. طب اللي حد في العهد اللي كان بيحل زمان في تابوت العهد وخيمة الاجتماع ولما كانوا يمشوا ينقلوا الخيمة ولما كانوا يمشوا يمشوا تابوت العهد اللي هو فيه حاجات دي بتوريهم تذكر ما تنساش لكي لا تنسى. احيانا كده واحد يحط قدامه صوره تفكره بعمل ربنا معاه في اليوم الفلاني في الجواز في خدمه في موضوع لكي لا انسى لكي لا انسى. فايه تاني كان بعدكم؟ خدمه الاجتماع اولا. ايه تاني رموز في العهد القديم حققت؟ الباب اللي لقاه حزقيال باب في المشرق دخل منه اللي هي المسيح تجسد من ست العذراء الطبيعي. عشان في ناس تقول المسيح دخل من جنبها وطلع من جنبها. مش حاجتنا الحاجات دي حاجات لزقت في دماغ بعض الناس. المسيح دخل من باب المشرق طبيعي جدا فلما عرفك واحنا على ايه تاني؟ الرموز في العهد القديم العليقه في سفر الخروج لك العليقه التي راها موسى النبي في البريه والنيران تشعل جواها ولم تمسسها ما حرقتهاش. دي رمز للمجد لست العذراء والمسيح للمجد ازاي؟ برافو. ان ست المسيح بلا هوته يا ام الله ام الله. المسيح بلا هوته حاله الست العذراء وزنا هي سمعش حاجة أخذ من المسود وتتعلم يقول تأنس وتجسد تجسد وتأنس تجسد خد من الجسد تأنس يعني أصبح إنسان تجسد خد من الجسد تأنس زي ما بيقول في القداس أصبح إنسان نائب عننا علشان يشيل عننا الخطية ويغفرها. يقولوا إن هي إيه؟ فرق نوح طول الجنوح عطانا النجاة شوية شوية هارون شوية اللاهوت والناسوت
حتى احنا بنجين نشرح لاولاد الكنيسه واولادنا يقولوا ايه؟ شايف الشجره؟ شايف الجمر؟ هو ده اللاهوت. الاحمر ده اللاهوت والفحمه هي الناسوت. هو متحد. اتحاد لم ينفصل لحظه واحده ولا 2000 طرف العلم لما انت 2000 اللمزه دي جوزة العيال يقول لك اللاهوت لم يفارق ناسوته لحظه واحده لحظه ولا طرف 2000 طرف العلم. يعني ده الواحد لو حد طرف عينه ايضا يعني يتعب. زي ما في القداس ان اللاهوت لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرف عينه. هي شبه فرعون. ايه تاني من الموسى عن دي كلها هتلاقوها في الصندوقيات. نعم عصا هارون انفردت عادة الحياة وست العضلة جابتين على الحياة. اللي يقول التسبيحة ده يا بخته يقول أنا فهمت يا بخته اللي يسمعها عشان تلاقي وقته في البيت لو واحد وقته في شغله لو يسمع لو بيشغل حاجة يسمعها هو بس. التسبيحة دي جميلة رائعة. يقول لك يا ست العضلة السنة الثانية في سفر الرؤيا المرأة المتسربلة بنور هي السماء الثانية. ليه تسوى حضراتكم على طول؟ مش انتوا عارفين. ليه العقل سماء ثانية؟ السماء الجديدة اللي سكن فيها المسيح. بالظبط زي ما بيقول اخونا الاسرائيلي ما تنشدش حتى تنشدش تديني جائزة بعد كده. ليش؟ هي السماء الثانية ليه؟ لأن المسيح بقى فيها بقى في الست العذراء. عشان كده قال يوحنا المعمدان ركر الجنين بابتهاج شايف العذراء شايله المسيح. والست العذراء لما كانت بتيجي مصر وهي شايله المسيح كانت الاصنام بتقع بتتحطم. تتحطم الاصنام لما تشوف العذراء شايله المسيح للمجد. انتوا عارفين ان ست العذراء راحت كفر الشيف وهي مكفر الشيف عاوزه تشعر المسيح عرف وطلبت من الناس هناك الناس مع احترام اليوم فيكون حد مكفر الشيف او حد مكفر الدواب. كفر الشيف صعب جدا لحد دلوقتي صدقوني مع احترامنا. راح ما عطاهاش ميه فالمسيح المجد راح عمل صليب في الارض مسح لها الدمعه. البخت اللي يمسح دموع الناس. لما سحلها دمعتها وراح عمل صليب في الارض طلع لها ميه ان شاء الله بتسحلها. فهي السنه الثانيه حمل المسيح الملك. لا تراكي يا ست على انت هي السماء الثانيه. عشان كده ست العذراء كانت تحب التسبيح. تحب التسبيح قوي. ويقول الآية الجميلة اللي كلنا حافظينها في إنجيل معلمنا لوقا الصحيح التاني بقى الصحيح الأولاني بيتكلم عن العذراء والبشارة بالميلاد. الصحيح التاني في آية 19 بيقول إيه؟ أما مريم ست العذراء فكانت تحفظ هذه الأمور متذكرة بها في قلبها بعد زيارة المجوس والرعاة وشافت الملائكة المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. بعد ما ست العذراء شافت كل ده بدأت قالت الآية الكتاب قال عنها الآية الجميلة دي جه معلمنا لوها قال أما مريم فكانت تحفظ هذه الأمور متذكرة بها في قلبها. عشان كده السيدات مشهورين دايما حفظ السر. ومشهورين دايما ان السكوت كلموش كتير. طالعين لي الست العقل. مش احنا الرجال نتعلم منها. فالست العقل كانت تحفظ كل هذه الامور اللي شفتها. حتى حضراتكم لما حد منكم يشوف رؤيا او حلم لازم الاول يقول اربع اطراف. يقول اقولها ولا ما اقولهاش؟ اتكلم بيها ولا ما اقولش؟
وزي ما ربنا اعترف يقول لك تعمل. هي ممكن ربنا اعترف يقول لك قول او ما تقولش. ومن قايلين لما شافت في ناس استشارت رايحه السما في اتوبيس من الاتوبيسات فسالت ربنا اعترفها قبل ما كانوس فقال لها قولي لازم تقولي الرؤيه دي عشان تتبعنيها رؤيه مش حلم. قال لها قولي عشان تعزي الناس بفرحين. فالست العذراء كانت تحب التسبيح ويقولوا هي في الهيكل كانت الملائكه بتظهر لها وتطعمها تقليد الكنيسه الكل. والست العذراء تلاقوها في الجيم وعليهم الرؤى الصحراء الاولاني في فقالت مريم بعد ما قابلت اليصابات على طول الايه اللي بعدها قعدت تسبيحه جميله واللي هي اغنيه الست العذراء تسبيحه الست العذراء. مريم فقالت تعظم نفس الرب وتمتلئ بروح الله مخلصي لان القدير قد صنع بي عظائم واسمه القدوس ورحمته الى جميع الاجيال صنع قوه لزرعيه انزل الاعزاء والخلاص رفع عرض إسرائيل بفتاة ليذكر رحمته اللي اتكلم عنها من بداية سفر التكوين. الفتاة اللي هي طبعا الست العذراء. فالست العذراء كانت تحب التسبيح. عشان كده أجمل حاجة في حياتنا إن الواحد حط حتة في حياته شكر وتسبيح. شكر وتسبيح. نحلم تسبيحا لو وقته سمح ما أقدرش شعري في البيت يسمع ما قدرش يحط حتة في صلواته وتسبيحه حطها كده في تدبير حياته وتدبير صلواته حسب طبعا انشاد اربع اطنان جزء من التسبيح يحطها في حياته جميله جدا التسبيح خاصه الصوتيات اللي هي خاصه بالست العذراء عشان كده انت متوقع في الرهبنه بيعملوا ايه؟ مفيش الا شكر وتسبيح. تسبيحه تجهزهم للقداس كل ما في الربانة عباره عن ايه؟ شكر وتسبيح. عشان كده بيقول السكسار المسيح للمجد بعد 70 سنه الانبا بولا لم يرى وجه انسان. قال من اجل الانبا بولا الانبا بولا اللي كان بيصلي لاجل العالم عشان كده الناس تقول ايه؟ يعني لازم الربانة رهبنة طريق والجواز طريق وكل واحد ليه طريقه. كل واحد ليه طريق ده حلو وده حلو. فعشان كده المسيح المجد قال على عنبة بولا ان من اجل عنبة بولا المسيح المجد بينزل المطر ينزل الخير من اجل عنبة بولا اول السواح ومن اجل عنبة بولا الله بيحفظ العالم. شوفوا بقى الصلوات الأعذار كنت عارف حد طبعا الصلوات دي لما كانت في مصر اللي